معنا من باريس مراسلتنا عزة غريبة وأبرز التفاصيل الأخيرة لديك عزة. نعم فضيلة، إذن هجوم وقع داخل كنيسة نيس، الحصيلة 3 قتلى، هم امرأتان ورجل. إحدى الامرأتين قطع رأسها بحسب المعلومات الأولية وهي تبلغ من العمر 70 عاما، امرأة أخرى عمرها حوالي 40 قد كانت في الكنيسة، تعرضت لعدة طعنات وخرجت إلى خارج الكنيسة، وعندما خرجت لطلب النجدة اتصل أحد المارة بالشرطة التي وصلت للمكان بعد دقائق واعتقلت المهاجم بعد إطلاق نار جرى داخل الكنيسة. والامرأة التي استطاعت الخروج من الكنيسة بعد طعنها قد فارقت الحياة، مما يعني أن حصيلة القتلى هو 3، والمهاجم الآن يخضع في هذه اللحظات لعملية جراحية، قد تلقى طلقة في عند مستوى الكتف، وهو من غير المعروف هويته لأنه لم يكن يحمل أوراقا ثبوتية. السلطات الفرنسية أخذت بصماته وهي تتأكد من وجودها على إحدى الملفات التابعة للاستخبارات أو الشرطة لمعرفة هويته بالتحديد. هو أعطى اسما فقط ولكن لم يجري التأكد من هويته بعد. السلطات الفرنسية أيضا تجري عملية تفقد داخل الكنيسة وتمشيط لأنها تخشى من وجود متفجرات داخلها، والطوق الأمني لا زال مفروضا حولها. على المستوى السياسي هناك خلية أزمة عقدت في وزارة الداخلية وشارك فيها الرئيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى مدينة نيس، ورئيس الوزراء أيضا شارك في هذا الاجتماع، والآن كان له كلمة قبل دقائق أمام البرلمان أكد فيها رفع المستوى التأهب في فرنسا من الهجمات الإرهابية، وقال بأن الرد على هجوم نيس سيكون صارما. وزير الداخلية الفرنسي أيضا أصدر تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية عند خصوصا عند أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، لأنه كان هناك دعوات من تنظيمات قريبة من القاعدة بشن هجمات تستهدف حتى المسلمين الفرنسيين أو ممثلي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين دانوا الهجوم الذي استهدف قبل أيام أستاذ التاريخ في مدينة كونفلانس سانت أونورين بضواحي باريس. شكرا لك عزة غريبة مراسلة سكاي نيوز عربية من باريس.